السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله تعالى. كما عارفين كاملين، هذه الفترة هذه فترة استثنائية، يعني ماشي عطلة ولكن فترة استثنائية باش التلميذ يجلس في الدار ويقرأ. هذه أول حاجة عجبتني في الدولة صراحة، يعني الدولة دارت معنا المزيان، يعني خدامة. عجبتني هذه القضية ديال أنهم يحبسوا القراية ويقولوا للناس دخلوا لديوركم، ولكن كاين بعض الناس الله يهديهم راه في الحينيت. فاش أنا ساكن كتلقى العيالات غاديين مع ولادهم الصغار، يحسب لهم واش شي عطلة ولا شي حاجة، ما عارفينش بالخطورة ديال هذا المرض هذا، غير واحد النبذة على هذا المرض. ماشي مثلا 100% غيقتلك إلا مرضت به، لا، هو خطير جدا، ولكن يقدر تفلت منه شي واحد صحيح ما مريض لا بالدقه لا سميتو، يعني كيدير السبور ديالو عادي، ويعني والصحه ديالو مزيانه. الا جاب الله مرض بهذا المرض هذا الله يحفظه السلامه، بطبيعه الحال اول حاجه داك الفيروس يعني كيضرب الجهاز التنفسي، يعني واخا تبرى هنا فين كتكون الخطورة، يعني الا بريتي الجهاز التنفسي ديالك ما كيبقاش كما كان في الاول. انت في الاول قبل ما تمرض تكون كتلعب سبور، كتهز الاثقال الى غير ذلك، ولكن بعد المرض ملي غتشافى ما غيبقاش هذا الشيء، ما تقدرش كاع باقي تجري. واش مفهوم الاخوان؟ ده هو يعني هذا الشيء علاش كلشي كيخاف من هذا المرض هذا، وكيقتل الناس اللي كبار في العمر حيت هما ما عندهمش داك الجهاز ديال التنفس، وحتى الناس اولاد الدراري الصغار حتى هما خطير عليهم بزاف. هذا الشيء علاش خصنا نعاونوا الدولة، يعني نعاونوا المسؤولين ديالنا حيت هما في هذه الفترة هذه بغاو لينا الخير صراحة. يعني بكل صراحة انا كنتفق معهم 100% في جميع الاجراءات اللي داروا. نصبر واحد 15 يوم ديك الساعات يكون خير ان شاء الله. اي أيوة، والله الله يحفظنا والله يحفظ بلادنا. المهم اللي مازال ما فراسو راه بالنسبه للتعليم عن بعد، الوزاره ديال التربيه الوطنيه دارت جوج منصات تعليميه رسميه. المنصه الاولى هي الموقع ديال الوزاره التربيه الوطنيه اللي كدير فيه الفيديو ديال الدروس وجميع المستويات، والقناه الرابعه اللي سميتها القناه الثقافيه، يعني كيكون واحد البرنامج من الصباح كيشرحوا المات، فيزيك، الباك، ولا باك الجدال المشترك، الناس ديال الابتدائي، يعني كل شيء عندكم موجود. اللي مطلوب منكم تجلس في الدار وتهز الدفتر ديالك وتتبع باش تفهم، باش وقت ما عيطوا لك باش تدوز الامتحانات ديالك تلقى راسك واجد، باش تقول لهم لا راه حنا حبس معنا الاستاذ في هذا الدرس هذا، ما يمكنش انا ندوز الوطني مثلا وهذا الدرس هذا ما قريتوش في القسم، لا، هذا الشيء ما كاينش. جميع الوسائل المتاحه راه كاينه قدامك بطبيعه الحال. دونك حنا بدورنا كنقدموا الحصص المباشره المجانيه واليوميه وطيله الاسبوع، يعني تقريبا دابا بدينا من نهار الاثنين، يعني الحصه الاولى درنا المات اللي شرحت فيها الرياضيات بطبيعه الحال، اليوم كانت حصه ديال الانجليزيه والرياضيات ديال التاسعه، وغدا ان شاء الله غتكون حصه ديال الفيزياء والكونتا، يعني الناس ديال البكالوريا ايكونومي. نهار الخميس عاوتاني كاينه حصه اخرى، جوج حصص اخرين، نهار الجمعه جوج حصص اخرين، نهار السبت جوج حصص اخرين، نهار الاحد جوج حصص اخرين، يعني كل شيء عندكم وكل شيء متاح لكم ان شاء الله باش تجتهدوا وتعاونوا حتى انتم في ريوسكم باش تقراوا في الدار، يعني ما فيها والو. الفكره اللي بغيت نوصل لكم عفاكم، اللي مازال عنده شي صاحبه ما عارفش بهذا البروغرام ديال الحصص المباشر اللي درنا يبارطاجي معاه، راه ما فيها حتى شي حاجه باش حتى هو يستفد. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والمواد اللي خاصكم او لا المستويات اللي خاصين باش نديروهم في البروغرام، غير علموني اش من مستوى بغيتو مازال ولا اش من ماده، باش انا نتواصل مع الاساتذه، حيت الاساتذه كيجيو عندي انا للدار وكيشرحوا لكم عبر البث المباشر، لا في الصفحه ديالي ديال الفيسبوك لا في القناه ديالي على اليوتيوب. يعني كلشي غتجلس في الدار وتهز ورقه كما قلت وتبقى تتبع وتخرج التمارين ديالك، وكيمكن لك ايضا باش تشارك مع الاستاذ بالاوديو او لا في الشات تبقى تجاوب، واخا كاينين بعض المشوشين ولكن داكشي ما كيعنيش
اننا غنحبسوا او لا غنتهرسوا ولا شي حاجه. هادشي ما كاينش، حيت كتشوف مثلا حصه مباشره كيجي شي واحد كيقول لك استاذ ممكن نمشي للتواليت، هو عند باله راه كتب شي حاجه خياليه غيضحك بنادم، هو راه مسكين ما عارفش واش غتجي واحد الوقيته وغيندم على هذه القضيه هذه. ولا كاين شي واحد كيقول لك استاذ هذا ما بغاش يعطيني السيلو ديالي، هادو صراحه البي اش كيخرج لهم من الراس. عوض لي الانسان اللي يتعامل بواحد الجديه كتلقاه كيتبارش، والمشكله ملي كتدخل البروفيل ديالو كتشوفه داري الحياه وسميتو يعني بوغوس وكا وكيقرا في الانصا. والله العظيم انا بعدا واحد تصادفت معاه كتب استاذ بغيت نمشي للتواليت، ملي دخلت البروفيل ديالو لقيته كيقرا في الانصا. ايوا شوف، يعني ماشي ديما نقولوا نحضروا دوك الدراري الصغار البراش، لا راه كيكونوا نيت الدراري كبار هما اللي كيديروا هذه القضيه هذه، ما الدراري الصغار هما كاع ما عارفين كيفاش يشاطيو. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبالنسبه للحصص المباشره